انا اسمي رحمه خالد وزني 16 سنه، ومحتاره حد يساعدني. روحت الدكاتره كتير بس ما فيش حد جابت معايا نتيجه، وعملت الجيم وعملت ودوني الجيم بس ظروفنا وحشه، وطلب المساعده يا حد يعني انا هسمع الكلام، حد يعمل لي عمليه، حد يوديني الجيم، اي حاجه بس المهم ان انا اخس. انا عندي 16 سنه وما مش عايشه طفولتي زي اي بنت ما بتعيش، قعدت من المدرسه بسبب التخن، وجالي حاله نفسيه بقيت اخاف من الناس، حاسه طول الوقت الناس بتبص لي، واحنا ساكنين في منطقه شعبيه طول الوقت بحس اللي مش عارفه اخرج، طول الوقت بحس البنات بتبص لي.